اولا كنقول لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله، الله يدخلوا عليكم وعلينا بالصحه والسلامه وبالرزق وبراحه البال والهنا. كل صراحه وليت كنفيق بكري في رمضان كوم باغازار، كنفيق بكري تنخيط عزيز عليا، سي ما باسيون دوبي طول طون، مي مره مره كنخيط كنشد الحوايج ديالي كنعمرهم ونزيدهم لان كوستوميزي، والوغ حوايج لي ستيليست المصممات اللي كنلبس ليهم بزاف، كندير دي زيساياج، كنحاول نسلط الضوء على مصممين جداد ومصممات. سا مي في تري بليزير ان تيقول لي انت تبارك الله من زعما من لي زانفلونسوز فاشونيستاس عندنا في المغرب. نو نو رمضان رمضان ماشي ديال الرقص، رمضان ديال الحباب ديال تاع الصحاب والحباب وديال الخير سورتو. الحد عندي ان شاء الله فطور في واحد الخيريه، غنفطر تما ان شاء الله وغندي المساعده ديالتي اللي قديت عليها باذن الله. رمضان ديال التقرب الى الله، لان خصنا نكونوا اصلا دائما مقربين منه، مي يعني يا ريت اننا نكونوا يعني الا داك رمضان عندنا 11 شهر الرما منتشروا فيها، الا داك رمضان ضروري الواحد يحترم تحترم. وانتم كتعرفوني انا عندي مبادئ ديالي راه معروفه عليا، في رمضان كتشوفوني دائما جليلبات شريبيل قفيطنات دي كيمونو، يعني لبسي غير اللبس اللي كنلبس في العام كامل، هي انني كناكل في واحد الوقت محدد. لا يعني بالزمني غادي نفطر، لانه وقت الفطور كنا خصنا نكونوا مجموعين على الطبله، اما في وسط العام مره فتره معطله مره فتره يعني فتره، دونك بالعكس هذه حاجه كنحس براسي كنولي جو سوي بلو ريغولييغ في الفطور مثلا. هذه بالنسبه لي شي حاجه ما كنديرهاش العام كامل وكنديرها في رمضان، يعني كنولي كنفطر في نفس بحالي بحال عباد الله بحال الناس كامله. ماشي كلشي، عندي جوج مسلسلات ماستر ضروري هادو ما يتحيدوش ليا كل عام، مي كنشوفهم بورطابلي من بعد، يعني انا حسب الوقت مره، حيت كتشوفوا كتعرفوا انه في رمضان خاصنا نتعرضوا هنا بحكم انا فنانه معروفه عليا النشاط، والناس يقول لك حضورك جميل، دونك تنبغوك في الحفلات وفي الجلايس ولا في العرادات او في الفطور او مثلا في العشاء، دونك تنكون مشغوله، ولكن ملي كنكون عندي قبل ما ننعس مثلا تنشوف حلقه او جوج. من هذا العام غنشوف سيرين عبد النور، لانها بزاف كيتشبهوني بها، واصلا سبيسيالمون حتى هذا العام سميتها نور في المسلسل، دونك لي فانز ديالي كلشي قالوا لي خاصك تتبعي سيرين عبد النور راه سميتها نور في المسلسل ومعها تيم حسن، دونك انا غادي نشوف نور بما يجي تيم حسن. بكل صراحه انا كنت كنوجد شي حاجه بوغ رمضان، مي بوغ لانستون ما بغيتش نعلن على حتى شي حاجه، لانه حتى حاجه ما كملات وحتى حاجه ما تقررت بانه نقدروا نلغيو او نخليو، دونك اون فا فواغ وستاي توند. عرفتي علاش؟ لانه انا بزاف وليت كنقول افكار وكيجوا عباد الله من مورايا في البلاصه كيهزوهم وتيحطوهم، دونك سو كي فيك بالعكس بصراحه انا يم وليت متحفظه وما بقيتش كنثق بزاف الناس، حيت كنقول لهم لي شوز الافونس، يعني سي فري تيقول لك ان الله لا يحب المفرحون، انا كنبغي نفرح ونقول للناس راه ها ما كاين وما كاين وما كاين، مي الناس كتجي كنلقى انا كنقول على نيتي جا بنادم ضربني رموك، جا بنادم جهز لي فكرتي ودارها وداروها، دونك هاد الناس نقول لهم الله يهديكم وحسبي الله. لكل المشاهدين 360 كنتمنى لكم ان شاء الله رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه، واللي بغيتوها في قلبكم يا ربي يحققها لكم ان شاء الله.